ماشي شكرا كنشكركم على التقديم ديالكم لهذا الحدث سعيد بالنسبه لي. اليوم اللي جا من بعد ما استكمل الاوراش ديالو والتجهيزات ديالو فهو غادي يعزز العرض الصحي في الاقليم ديال الدريوش. كنشكروا السيد الوالي والسيد العامل على المجهودات ديالو وجميع الناس اللي شاركوا في هذا الاخراج ديال الوجد اللي داخل اطار التوجيهات ديال صاحب الجلاله الله ينصرو للنهوض بقطاع ديال الصحه، لانه قطاع الصحه خصو اعاده النظر في المنظومه ديالو الصحيه بطريقه جذريه مواكبه مع اصلاح ديال الحمايه الاجتماعيه. فهذه انطلاقه جد متميزه بالنسبه للساكنه واللي كتدخل سياسه القرب، قربوا الخدمات من الساكنه ديال الناس ديال الدريوش باش نحيدوا عليهم ذاك العبء ديال التنقل وديال العلاج وديال العلاج في مناطق اخرى. دونك كنقربوا الخدمات 150 سرير ماشي سهل، يعني هذا عرض صحي جدا متميز ومتكامل، لانه الخدمات اللي غادي يقدم متنوعه من الجراحه من الطبيب من المراكز ديال الفحص بالاشعه من الخدمات ديال المختبر، وعندهم طاقم طبي وطاقم تمريضي جد متميز اللي غادي يقدم الخدمات ان شاء الله في هذا الاطار ديال واش غادي تروح التنافسيه. وفوق من هذا الشيء هذا راه عنده نظام معلوماتي اللي كيخلوه مرتبط بمستشفيات اخرى وداخل في الخدمات ديال القطاع ديال الخريطه الصحيه. وعلاش كنقولوا الخريطه الصحيه؟ لانه الخريطه الصحيه الجهويه كتمكن من الاستفاده من جميع الكفاءات اللي كاينه على المستوى ديال الجهه، يمكن يتنقلوا وكذلك حتى المرضى يمكنهم يتنقلوا لمراكز اللي هي تقنيه اكثر. شكرا لكم.